موجز الأنباء من زومسة تي في بطنجة، أهلا بكم. تشهد العديد من شوارع وأحياء طنجة تزامنا مع حملة الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها في 4 سبتمبر الجاري، تشهد فوضى عارمة بسبب مخلفات الحملات الانتخابية للأحزاب، وهو ما أدى إلى تذمر الساكنة التي تتهم أصحاب هذه الحملات الانتخابية بعدم احترام البيئة وشروط النظافة. بمناسبة الانتخابات الجماعية الجهوية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر، ينهي وزير الداخلية إلى علم جميع الناخبين والناخبات المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أنه تم طبقا للقانون إلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وسيتم التصويت يوم الاقتراع اعتمادا على البطاقة الوطنية وحدها، وذلك بهدف دعم شفافية العمليات الانتخابية. عاف الملك محمد السادس أمس الاثنين ورجيهة الحسيمة جلو صمصم من منصبه بعد 18 شهرا من شغله. وحسب ما روج في بعض المواقع الإخبارية، فإن قرار الملك محمد السادس يأتي بعد شكاية تظلم من طرف أحد المواطنين حول حقه في استغلال مؤقت لمساحة ملك بحري كان الملك قد منحه للمواطن المشتكي. رياضيا، حقق اتحاد طنجة لكرة القدم فوزا مهما على يوسفية برشيد في المباراة التي جمعتهما أمس برسم منافسات كأس العرش، وذلك بهدف نظيف. المباراة التي أجريت بملعب طنجة الكبير عرفت تسجيل هدف المباراة اليتيم في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب بدر الكشاشني. في الشأن الرياضي، دائما حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 8 سبتمبر الجاري كموعد لحسم الخلاف القائم بين المدرب أمين بن هاشم وفريق اتحاد طنجة بعدما فسخ الفريق المذكور عقده مباشرة بعد صعوده للقسم الوطني الأول. الجامعة بعد توصلها بشكوى من بن هاشم ضد اتحاد طنجة الذي فسخ عقده من جانب واحد، ستستمع لي كلا الطرفين. نختم من أقشور، حيث تعد هذه البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا من شفشاون تعد منطقة سياحية بامتياز، فبمناظرها الخلابة وشلالتها الرائعة تستقطب المنطقة عشاق الطبيعة والهدوء الذي يميز المنطقة. هذا الخبر ننهي الموجز في أمان الله.